كذلك عندنا تمرين بي، هذا التمرين اللي يعني هواية تجي من عنده بالامتحان، يجي اما بهذا الشكل كلمات فوق تنزلهن جوا حسب المعنى او اختيار، ومو بالضرورة يجيب لك اياه كله، احتمال يجيب لك من عنده نقطة او نقطتين. وهذا تمرين صفحة 18 بالكتاب. وعدنا هنا هذا الحل بالملزمة. طبعا كلمة كيو معناها سارة هارد ويكينج موجود إماجينيتيف واسع الخيال، بوت شاعر، بيشنس صبر، برايز جائزة، ذني كلمات. طبعا راح ننزلهن جوا حسب المعنى، بس أنا عندي طريقة إلك وهي مفتاح الحل. من كل جملة نستخرج مفتاح الحل. الكلمة الأولى هارد ويكينج بمعنى مجد، مفتاح الحل هو هوم وورك، واجب البيتي. من نشوف واجب بيتي يعني هذا الشخص يؤدي واجب بيته، إذن هذا هارد ويكينج مجد. رقم اثنين عندنا وان بمعنى يربح، وان من بمعنى يربح، يربح الجائزة وين برايز. رقم ثلاثة، رقم ثلاثة عندنا رايتينج بومز، كتابة القصائد. كتابة القصائد تحتاج شخص واسع الخيال، إماجينيتيف. رايتينج بومز، كتابة القصائد تحتاج شخص واسع الخيال. رقم أربعة كان يعني كان جدا طويل، السرة، السرة كان جدا طويل على الباب، خارج الباب. رقم أربعة مفتاح الحل هو children، الحل patience، الأطفال يحتاجون صبر، الأطفال يحتاجون صبر. رقم ستة مفتاح الحل هو famous، مشهور، تجي مع شاعر، كلمة شاعر مشهور famous، دائما الشاعر هو مشهور. ونشوف الأسئلة الوزارية اللي جاية عليها my brother is very فراغ my homework. من نشوف كلمة homework إذن راح تجيب بالحل، تدور وين hard working مجد، hard working مجد نجيبها نخليها هنا بالحل.